أنا اسمي زكي الحداد من سكان مخيم الشاطئ الشمالي. قامت الحرب ولظروف الدمار اللي تعرضنا له في مناطقنا، نزحنا بأطفالنا وحريمنا ونسواننا وطلعنا ندور على مكان آمن. نزحنا كذا مرة من مكان لمكان من مكان لمكان لغاية ما قدر ربنا جابنا هنا على السلف. الناس بتدور على أي مكان آمن بعيد عن البراميل والصواريخ والموت اللي بتعرضوا له المدنيين في قطاع غزة. لجأنا للسلك، لكن للأسف احنا قاعدين في مكان هنا زي ما انت شايف صحراء، فيش مية، لا مية شرب ولا مية تغسل ولا في حمامات وأوبئة رمل، أطفال في الرمل، الناس أمراض جلدية وأمراض معدية وخلافه. يعني قد ما أوصف لك وضع الناس والظروف اللي بتعاني منها البني آدمين في المكان هذا مش راح أعطي الوصف حقه. كيف على الخط الحدود بيننا وبين مصر، هنا موت إحنا، والناس بتبحث عن الحياة، بدها ترتاح، بدها تحس بأمان، بدها تحس باستقرار. إلنا سنين طويلة إحنا والشعب الفلسطيني بيعاني من معاناة لمعاناة 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 لغاية ما وصلنا للوضع اللي انتم شايفينه، والحمد لله رب العالمين شردنا على ناس بنعرفهم في الوسطى في مكان تاني، ومن هناك خشوا الوسطى فنموتت انخنقت. احنا عايشين، شايفين عايشين بس اشباح، انهلكنا. فخلص ما ضلش عندي طاقة، تعبت انا، خلص قلت بدي اروح امسك السلك بايدي واقعد عنده ومش متحرك منه. بدهم يقتلونا واحنا قاعدين على السلك، وقتلونا بدفنونا تحت السلك. يا بشوفوا لهم اي حل، ازهقنا واحنا ننزح من مكان لمكان. ولشعوب الارض اللي بتشوف، احنا الشعب الوحيد المحتل، ما زلنا لحتى الان ينظروا للشعب الفلسطيني بعين الرحمة. في الاخر احنا بشر وفي انسانية، فيش انسانية عندنا، بتطلعوا فينا بنموت بدون سبب.